وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. مرحبا بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة. نتحدث اليوم عن أهمية المبادرة المتعلقة بالتعليم وهو المقترح الخاص بتوفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات، والذي يأتي ضمن مبادرات مملكة البحرين التي أعلن عنها في قمة البحرين. ما رأيك وما أهمية هذه المبادرة؟ نعم، في البداية أسعد الله مساءكم بكل خير، واسمح لي طبعا أن أشيد في البداية بحنكة وحكمة واقتداء سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في رئاسة القمة العربية 33 بدعم أيضا ومساندة من سيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي طبعا في النهاية تمخض عن إجماع عربي في مختلف القضايا والقرارات التي طرحت على مستوى القمة. ولا يفوتني في نفس الوقت أن أشيد بالجهود المبذولة من قبل الشباب البحريني في تنظيم هذه القمة، وفي طبعا الوفاء بجميع متطلباتها بالشكل الذي أظهرها على أكمل وجه فيما يتصل بهذه المبادرة. طبعا هذه مبادرة كريمة وسامية من سيد جلالة الملك المعظم، وخصوصا أنها تنصب على توفير التعليم للفئات المحرومة والمتضررة جراء النزاعات والصراعات التي عصفت بالمنطقة العربية. من دون شك التعليم الأساسي هو جزء أساسي وحق من حقوق الطفل. هناك ملايين من الأطفال في الوطن العربي الذين تضرروا جراء الأحداث المؤسفة التي عصفت بالوطن العربي خلال السنوات الماضية. هذه المبادرة التي جاءت من سيد جلالة الملك المعظم تؤكد حرص جلالته على ضرورة إيصال الحق في التعليم لجميع الأطفال، لأن الحرمان من التعليم وخصوصا التعليم الأساسي، ونتحدث هنا عن الأطفال ما بين سن السادسة وحتى سن الخامسة عشرة، من شأنها أن ينعكس بشكل خطير وسلبي جدا على حياة الفرد ومستقبل المجتمع. فالالتفات الكريمة من سيد جلالة الملك المعظم إلى هذا الحق الأساسي والإجماع العربي الذي تحصلت عليه هذه المبادرة يؤكد ما تريه مملكة البحرين بقيادة سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من اهتمام بالجانب التعليمي. طبعا أهمية هذه المبادرة في نفس الوقت تنطلق من كونها مبادرة دولية تنطلق مملكة البحرين، فهناك تنسيق سيكون على مستوى عال جدا ما بين الجهات المعنية، سواء كان وزارة الخارجية، منظمة اليونسكو وغيرها من الجهات الدولية المعنية بهذا الملف، والتي بإمكانها طبعا أن تساعد في إنجاز هذه المبادرة على الوجه الأكمل. في الواقع يعني هي مفخرة بالنسبة لمملكة البحرين أن ينطلق منها مثل هذا التوجه لتوفير التعليم ولنا أيضا حتى الخدمات الصحية بمبادرة كريمة من سيد صاحب الجلالة. ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين سوف تكون على أهبة الاستعداد للتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لوضع هذه المبادرة حيز التنفيذ. بالتأكيد هناك اهتمام كبير من مملكة البحرين لتنفيذ هذه المبادرات، وهي مبادرات مهمة واستثنائية. أيضا مجلس الوزراء وجه اليوم بتشكيل لجنة وطنية تعنى بهذه المبادرات ومتابعة تنفيذها. المبادرة المتعلقة بالتعليم كيف ستنعكس مستقبلا على الفرد والمجتمع، خصوصا أنها تسعى إلى تقوية المنظومة التعليمية في البلدان التي تواجه الصراعات أو تواجه النزاعات؟ يعني في الواقع لا ننسى أن اليوم هناك ملايين الأطفال المسجلين حسب بيانات منظمة اليونسكو خارج إطار النظام التعليمي، وهذا يعني أنهم حرموا من الحق الأساسي في تحصيل التعليم في مراحل الطفولة. مثل هذه المبادرة من شأنها أن تحمي الأطفال في هذا السن، بمعنى الأطفال ما بين السن السادس وحتى الخامسة عشرة حينما لا يتلقون التعليم، لك فقط أن تتخيل كيف سيكون مستقبل هؤلاء. إيصال التعليم إليهم بأي طريقة كانت، بطريقة نظامية، بطريقة التعلم عن بعد، بطريقة الدعم التعليمي، بالتنسيق مع المنظمات المعنية، من دون شك سوف يكون له دور كبير جدا بالدرجة الأولى في حفظ حقوق هؤلاء الأطفال وأسرهم، بالدرجة الثانية في إعطائهم بارقة أمل نحو مستقبل أفضل حينما يقومون بتحصيل تعليم جيد من نوع ما. بحد ذاته توفير هذا التعليم وتوفير هذا الحق لشريحة كبيرة من الأطفال المتضررين في الوطن العربي ومبادرة من مملكة البحرين يؤكد أن هناك تكافل عربي اجتماعي باتجاه خدمة الأطفال والأسر الذين تضرروا والذين هم في نهاية المطاف لا ذنب لهم
فيما حدث من أحداث عصفت به الوطن العربي. ولذلك نحن نقول أن قمة البحرين قد تفردت في الواقع بطرح مثل هذه الأفكار المتصلة بالحقوق الأساسية، والتي من دون شك سوف يكون لها انعكاس كبير جدا على حماية وحفظ حقوق الأطفال في الوطن العربي، وانعكاس ذلك أيضا على مستقبل الأجيال القادمة. نعم، أختم معك بهذا السؤال سعادة الوزير، يعني ما أهمية هذا المقترح أيضا في تعزيز التعاون العربي في مجال التعليم؟ كما تعلم طبعا ما نصت عليه أو ما نص عليه البيان الختامي للقمة العربية يؤكد على أن ستكون مملكة البحرين جزء أساسي من عملية التنظيم. أيضا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سيكون لها دور في التنسيق مع بقية الدول العربية. منظمة اليونسكو وهي المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة سيكون لها دور أساسي في مناقشة آلية التنفيذ، وبالتالي هذا سوف يعزز من التعاون العربي اللصيق والقريب ما بين الأجهزة المعنية بهذا الجانب. فهو من دون شك سوف يعتبر مبادرة مستمرة، سوف تستمر مملكة البحرين في متابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. نعم، كل التوفيق سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.